حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر إسماعيل مظفر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة بنك البحرين للتنمية. أهلا بك. طبعا بعد مرور 5 سنوات على انطلاق سوق المزارعين، ما هي أهم الأمور التي يعني قدمها السوق للمزارع البحريني طوال هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على تسليطكم الضوء على سوق المزارعين الدائم بهورة عالي. طبعا تم افتتاح السوق في عام 2018 من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وبالشراكة بين بنك البحرين للتنمية ووزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبدعم التمكين. سوق المزارعين خلق منصة تجارية تساهم في تشجيع ودعم الإنتاج الزراعي المحلي وصنع فرصة مثالية للمزارع البحريني لتبادل الخبرات والتجارب، واللي راح ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وراح يساهم في تعزيز منظومة الأمن والتنوع الغذائي بالمملكة. والحمد لله رب العالمين، بفضل تكاتف جهود الجميع قدرنا نوفر البيئة الحاضنة المناسبة للمزارع البحريني لعرض وتسويق منتجاته، إلى أن صار عندنا اليوم أكثر من 50 كشك بين محلات العرض منتجات الزراعية البحرينية مثل الفواكه والخضروات والتمور والبذور، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل التوابل والمخللات والأجبان المجهزة عن طريق المزارعين البحرينيين والأسر المنتجة. نعم. وبالإضافة إلى ذلك، السوق يهتم بأصحاب الحرف اليدوية، ويوجد عندنا في السوق طبعا مطاعم تقدم الأكلات الشعبية البحرينية. نعم. إذا أستاذ ياسر، يعني كما ذكرت بأن السوق قد ساعد ومهد الطريق أمام المزارع البحريني للترويج لمنتجاته، وأن يكون هناك يعني وأن يكون هو مساهما في عملية الأمن الغذائي، ولكن سؤالي هنا، هل يعني تعتقد بأن هناك فرص ما زالت تنتظر المزارع البحريني يمكن تقديمها من خلال البنوك أو من خلال الداعمين لهذا المزارع؟ نعم طبعا، عندنا في بنك البحرين التنمية في عندنا المشاريع اللي لدعم المزارعين البحرينيين، وطبعا أي مزارع بحريني عنده قطعة أرض أو مستأجر قطعة أرض يقدم على تسهيلات. نعم. احنا نقدم تسهيلات للمزارع إذا كان حاب يتوسع في مشروعه. نعم. إذا أستاذ نعم تفضل. في سوق المزارعين في مكتب لتقديم الطلبات، طبعا الطبق الثاني في مكتب للبنك لتقديم الطلبات. نعم. إذا الأستاذ ياسر إسماعيل مظفر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة بنك البحرين للتنمية، شكرا جزيلا لك.